بشاري بشاري بشاري، تعال 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 تعال. ارمي شماغ بس تعال، انا ما يهمني رمي شماغ، انا يهمني ها. الله يبيض وجهك. يلا خلاص خلاص خلاص، تعال افتح لي تعال الغاز. يلا 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 يا شباب، يلا يلا يا شباب. هذا وش اللي وش؟ هات هات وش اللي وش؟ لا 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 خله خله خله، هذا هذا خله شوي خلصنا. خلصت من وش؟ لا جينا نفطر نصب على الفطور. طيب عطى عطى هذا عطى هذا عطى هذا. الفطور شنو اللي بتسويه انت؟ ما بيض شوفه. طيب عطني قطع الطماط. خلي الطماط سوي بيض. سوي بيض كذا ساده بيض. حط زيت طيب. حط زيت طيب، حط بلا. ما في زيت طيب. شب اذا مشاري 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 مشاري، عطني عطني هذا. قطع الطماط. اي قطع الطماط مشاري. ما اعرف اقطع. ترى قطع. والله يقطع الضيف. الضيف يقطع. شوف خبيصه تبي تضبط تبي تضبط تبي تضبط معنا. طب ايش اسمه؟ انت مشك شوكه. اقول ايش تبي انت؟ ايش تبي؟ بالله يا ابو سعود ايش تبي انت الحين؟ انا بصلح روح صلح الثاني. والله في النشك بطاوه. تعال 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 مشاري مشاري مشاري، خذ هذا الكيس هذه. تعال هنا تعال هنا. كويس اجل ما قطع الحمد لله. لا انت انت لا 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 قطع زي قطع زي لا تفقع وجهك الحين. قطع اوكي طلع لي طلعها. اصبر اصبر قطع الطماط قطع البصل. تدري شلون؟ لا زين هذا زين هذا. اسمع لا احد يشوفه. ابد روح خذ راحتك. خذ ايش اسمه لي؟ اصبر يا ابن الحلال خلنا نكش نضبط. قطعت البصل؟ لا عطونا شيء يا جماعه خلنا نبدا. الله ايش اسمه ذي؟ ما اعرف. اه روح روح خذ خذ. سريع سريع. لا والله لا والله هذا حق ايش؟ تقطع؟ يعطيك العافيه. ضبط سرعة عشان تعرف اني سريع. والله اسرع مني. افجر طبق افجر بيض هنا. تفجر بيض افجر راسك. اجلس خليني اخلص. صبر صبر سلى النبي يا شيخ سلى النبي سلى النبي. صدق يوم قلت سلع النبي تذكرت مقطع. ايه ايه هو 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 مقطعين جزئين صح؟ هو بيكون ضيف معي ان شاء الله. جزئين صح؟ ايه سلع النبي. هو انت ولا؟ لا مو انا. والله؟ اي والله. تعرفه طيب؟ لا. ايش كيف اللي انا قلت؟ لا لا. والله اني تذكرت على طول. عيا الدب عيا. وين اللي انا والله هو قلت على جنبي. ما قطع البصل الا. والله ولك قلت على جنبي والله. بندر ما تعرف تطبخ انت بيض. تستهبل. انت تقول يا اخوي. بيحط البيض بدون زيت كذا. لا لا زيت. الله عليك يا ابو سعود. انا عاوز اعيط. تنظيف ترى العين كويس المصاب. اترك تونس. يلا يعيط ما يضحك. شكله بصل عكس هذه. لا بصل يستهبل ما شاء الله تبارك الله. بصل خفيفة. شكلها كوميدية ذي. يلا الله يرحمها. اي والله. اي والله. سلوها. المفروض تسوي عين الحين. هذه وش؟ طحينة. طحينة ولا بكرة؟ طحينة. هلا صح؟ ايوه عجبتني بس. كمل ذي ولا تبي ذي بس؟ بكمل كله بس خلينا نبدا عشان يبدون بس الشباب. يلا يلا يلا. شوي ولع ولع. انت قاعد شو تسوي انت شو تسوي شو تسوي؟ من الرحمة شو تسوي؟ لا طبخ ولا تقطيع وما حاجز مكان. ايش فيك انت؟ يقول انا ما خليت شيء للطبخ. ولا وين اسمه؟ هذا يقول خل خل يحتوي خل يحتوي خل يحتوي. يلا انت ضروسك قطع طماط طماط. خلينا نقطع على البصل الحين بعدين نتفاهم. خلاص البصل لا تكثر بس منه هذا. لا 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 يا دوب تسدي تدري. ها والله سلام عليك. خل 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 شوي خلي شوي لما يحتوي لا تحركه. الله ونعم يا ابو فايز. قطع طماط قطع طماط اول شيء نبي نبي طماط محتاجين طماط. هذا ولا شيء استهبل كذا والله نظرتي انا. قلت شفتني مقاطع وانا اطبخ؟ لا والله ما اعرف. هم الله يسعدك. ازين لك والله انك ما شفت. بالله بتسوي. تعال بس بس تعال 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 قاعد تشخص عند المقلاة. الله يسعدك يا شيخ. تعال هنا شيل هذا شيل. الله عليك. لا لا شيل ذي شيل ذي. الله عليك يا ابو فايز. نظف الطاوله ذي حطها في النص. هذا الطاوله سويت من جديد. كيف يسوون النار هذه؟
شو اسمه بخار. لا اكسجين. يلا عيال يلا عيال اكسجين يلا يا اخي. قلت قطع طماط قطع بصل ليش؟ احنا ما حطك في الملاس على اذنك. لا ترفع ضغطي لا ترفع ضغطي يا ابو سعود لا ترفع ضغطي. خذ السكين فخر اخر اخر حط. لا لا ورا 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 بس بس عليك. برافو عليك برافو عليك. روحي ابو وايد روح. مشاري يوم جاء الشغل صارت عنده اشغال صار عنده اشغال. تبت يا ولدي ابو وايد كيف واضح اللي محترف في البيت ويقطع داير. انا قلت باسم باسم لا 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 هنا 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 خل حضر بندر بندر لا لا بندر لا تعطرنا. واضح اللي يقطع كل يوم في البيت. اي والله شفت انا عارف قاعد تقطيع. ايوه اطريها ليه يا اخي اطريها اخس قط. يلا ننتهي. طيب اسمع انت وش بتسوي هنا؟ ترى بيحوس الدنيا. روح حاس يا روح روح الله يسعدك يا شيخ. لا يوقف ليه كذا كبر كذا كبر. وش بتسوي هنا؟ هنا بسوي بيض بولينج جمباز. بيض بسوي نطبخ. لا حرك 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 حرك. يا ويلك. لا 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 بيض طن طن. جاك شيء تخبط رهيب. صدع صدع الرجال. خذ حبوب بنادول. ابني ما 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 ولا فاي فاي خذ فاي. البيض ما ياخذ وقت. توفي جديد يا بدر يا منتي. خل غسل غسل الراس دقيقه. اخر 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 يلا حركه 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 امشوا. لازم تدخل انا اعلم ايش اسوي بالحين. يود بصلك ما شلون انت منتي. قص طيب قطع قطع ابن الحلال. من استعجل لفه. روح روح اطبخ ابن الحلال. حويسه حويسه نعم فيه حويسه صار. ها كمان والله ما خليك يدب. يا ويلي حط البيت كله بسرعه 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 بسرعه. حط البيت كله. روح روح بس خلاص اضمن ما حد راح يجيك. روح ما حد ازهل. خلاص يا ابن الحلال خلاص ما يكفي ما يكفي ترى. لا لا كثرت البصل يا اخي والله العظيم انها بليه. كفر تي هذا كله نص. طيب مالك معي. ها بندر شلون الوضع؟ اتوقعها كذا وسعود صح؟ خمدونا فجرت كلها براس فجرت بس الحق حطيتها خمدو. يلا يلا عط البصل. وين البصل اللي قطعته كله حطيته هنا ليش؟ اصبر ايش تبيبه؟ قطع بصل بنحط هنا. خمدو ناموا ناموا خمدو ناموا خمدو. نامت عليكم يا ويلك يا ويل النواه. امسك 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 امسك. وش فيه؟ امسك امسك الحق الحق. ايش فيك يا ابو سعود؟ تعال بس لا تخليها. ها بندر لا تخليها. عندي عندي ريطة على شكلك بشر. البيض اللي حط فوق راسك. ها البيض اللي حط فوق راسك. وين حط فوق راس بيض؟ هذه. ها لا هذا طقية. ام عاد اسم البيضة ما احسب البيضة. ترى بسوي لكم شكشوكة ببندر. انت ولا احطك هنا والله. ايه يا قاسي. الله يسامحك. بندر خله. لا هلا 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 في بهارات طماطم صغار عيال. في بهارات. طيب هات لنا ملعقه ثانيه عشان يسوي التون. يلا خلاص بعد خلاص تذبحنا انت خلاص. ويش لا لا اصبر لا اصبر اصبر اسال اسال. يا طماط كبير. ها عادي 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 اللي قصص عادي عادي ممتاز ما عليك منه. طيب عطري بصل عطري بصل يا ابو عطري بصل. طب خلي الزيت يحمى شوي. طيب يا عمري يا الريحه. انا اشهد اللي بتزوجني يا ملح بصل هنا بدون ملح. بس 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 اصبر 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 اصبر. باقي الفول. ليش الشبي هذا؟ انت بتسوي الفول؟ لا ما بسوي الفول. هذا فول بسوي. اشهد بالله اللي بتزوجني يا حظها. كل صباح اسوي لها شكشوكه محترقه. شكلكم محترقه. شكشوكه محترقه. يلا عاد نعمه من الله. خلاص خلاص حركت خلاص. لا اصبر اصبر اصبر. ارفع ارفع النار. خلاص خلاص حركتها وده. بس شيش لا تحطها على الخشب. حطها على ذي عشان ما يحرق. ما حطيت ملح. ارفع ارفع. ها ما في لا ملح لا ما حطيت ملح. كيف كذا ناك؟ ما عليك ما عليك تاكل. اطفئ النار. اطفئ النار يا فتى اطفئها. لا انت عليت. عطر الطماط يا قاعد تفرج تسوي. ما في. شو الطماط اللي وراك؟ ما في بالحلال. خلص يا ولد قطع الطماط. هاي بصله. ايش تحمل البدر؟ يا ابو تبي ما في طماط بصل. ود ود بصل. حط بصل خلاص. لا حط والله اني صادق. حط زياده دقيقه. حط طماط يا ابو حط طماط دقيقه. حط له بصل دقيقه.
تجيبها ما ترد قطع عندك مجيد. انت هاي بيدك يعني. ها؟ ما تمشي بيدك. بقطع قطع. ارفع ارفع من الله عشان ما يحترق. ايوه. يلا الحين الحين. كذا ويش. سلام عليك. سلام عليك. حط حط حط. والله سلام عليك. روح. والله حويصه ترى سويتي والله. المفروض ان اول شيء الزيت. بعدين البصل يعني بعدين البندوره اساس انها تذوبه بندوره شوي تناديني انت فاهم كيف؟ لا احنا ما قلنا بصل قلنا بندوره ها كيف نزيد ولا خلاص؟ لا خلاص 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 يلا خليه يقطع والله قطع ليه طيب حط الثانيه ما داعي والله حط الثانيه حط الثانيه يا ولد بنتي ايش ليك انت؟ يخليني اقطع يقول فضي فضي قطعت شيء حطه فضي قطع هذا وش ذا؟ نحط الطماطم ها؟ بستاشيو رد شاور رز بشاور شو تشاور رد لي خبر يلا بسم الله حط 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 صبر صبر صلي على النبي صلي على صلي على النبي يا شيخ صلي على يا ولد شو تسوي انت انت حطيت تونه حطيت البحر كله هنا خلاص اسمع لو في سمكه حقت عبد المجيد حطيناها كمان والله لا تعال تعال عبد المجيد عبد المجيد وزع 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 البيض هنا صحنين كذا وزع التونه صحنين كذا حطه هناك عشان أيوه. ما عشان ما تحرق هذا الخشب هذا ما يحرق الخشب الله شوف 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 تمشي زي كذا يا اقسم بالله عسل جوعان حدي ما عليك يلا عجبني لعبتي لعبتي يا حبيبي يلا يلا خلاص ايوه خل النار تلدع مشاري شوي هذا ايش عسل جيب عسل بس عسل طبيعي ترى ها عسل طبيعي والله طبيعي ولا اشتري والله يجنن عسل طبيعي لا مو بينها مو بين حطه هنا عشان ناخذ راحتنا في الاكل صباح الصباح فتحي يا عليم القب ما فيهوش ولا مليم بس المزاج رايق وسليم دكتور لا انا والله احترقت الله يستر علينا ترتيب سوي ترتيب ها حط صحن ثالث حط صحن ثالث انديها صحن ثالث وين في والله هذا 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 حط كنا مقطعين فيه ترى لا يكفي شنو وزع اثنين هنا وزع صار خلاص خلنا 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 شوي شوي خلاص ما في خلي شوي خلاص خلي بشاري شوي انت اللي خلاص والله خلاص عطى عند رسون عطى رسون عطى 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 بشاري صحنين لا واحد الكبير بس لا ولا حط واحد حط الكبير حكاك ادوه بس لا بس انت بنت وش حكاك تعال البصل لا ما ابغى انتبه تعال يا ولد لا تكثر بصل تطرد من البيت والله صدق يا ولد يا ولد كلام كليم مضبوط كلام فاضي اقسم بالله لا طبخت البصل ما جابوا فول ما ادري عنهم يا رجال وبيض بدون ملح هذه حياه العزاب صحيح لا والله العزاب اني اطبخ انا عزوبي اطبخ والله صدق والله اني اطبخ ليش ما طبخ طيب ما خليتوني انا خلاص خليتوني خلاص انتم يلا انت غسل المواعين لا اطبخ ما هو غسل حيوان نين نين الله 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 بس نفطر كذا على كراسي طاب طبعا والله والله الوضع ترى فله بدر هلم الينا رعاك الله من بكراسك جيب معك كرسي جيب معك كرسي ما في كرسي الا الا فيه احنا خمسه خلنا نجلس انا بالنص خلنا نحجز هذا قبل عبد المجيد اي والله انا بجي جنبك شوف طريقه تقديم الطلب اسلم